أنتم مع صدى الملاعب وضيفنا القادم إنسان راقي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، راقي في تفاصيله في حديثه في حياته وحتى لما كان يلعب. هو نجم المنتخب السعودي والهلال نواف الطمياط، اللي تحدث لصدى عن غيابه الطويل، عن الإعلام، عن مسيرته الرياضية وعن سبب اعتزاله المبكر والجراحات اللي أجراها. متابع الجزء الأول مع مراسلنا عايض السعدي. بداية أهلا وسهلا فيك عبر صدى الملاعب. أهلا وسهلا، سعيد فيكم بتواجدكم معنا الليلة. كابتن نواف، أنا لو أجي أتكلم معك في عدد من المواضيع وكثير يعني، لكن خلي أسألك في البداية، وينك مختفي؟ أولا تحية لك ومشاهدين صدى الملاعب وإم بي سي، لأخوي العزيز الأستاذ مصطفى أبو كرم وفريق عمل صدى الملاعب. أنا ماني مختفي، لكن أنا رجل مؤمن بالمراحل. شاركت مارست اللعبة كلاعب انتهت، وأحتفظ بالإرث والتاريخ إن شاء الله، اللي هو أهم علاقتك مع الناس واحترامك لهم. الجانب الآخر، عملت في التحليل الرياضي وفترة انتهت، عملت في كنائب رئيس الاتحاد السعودي، بعد ذلك رئيس الاتحاد السعودي ورئيس اللجنة الفنية، ومرحلة انتهت اليوم مرحلة قطاع الاستثمار MBT في عدة قطاعات تعمل في المسؤولية الاجتماعية، في الاستثمار، في الرياضة والترفيه وغيرها من القطاعات، وإن شاء الله تباعاً بتكون مشاريعنا ترونها. هذا أول باكورة مشاريعنا. بس إحنا نبغى حضورك متواجد ومستمر في القنوات، وحضورك مطلب يعني. اليوم أنتم موجودين وأنتم أفضل شاشة ممكن أظهر من خلالها، شاشة كل العرب، وأتشرف بهذا الشيء. أنا ما انقطعت موجود، لكن قلت لك أحياناً مهم جداً أنك تراجع وتدرس وخطواتك بشكل دقيق. اليوم أنا في هذا القطاع أقدر أخدم وطني ومجتمعي وأقدم شيء نوعي، هذا المهم، شيء نوعي. جميل. اليوم لما نتحدث عن تجربة نواف الطمياط في الملعب السعودي، كانت تجربة جميلة جدا ومليئة كذلك بالإنجازات، لكن لم تكن تجربة طويلة. إيش أسباب اعتزال نواف الطمياط بشكل مبكر؟ الكل يعرف يعني، الآن في كل مكان أروح الكل يعرف ويسألني. أنا 7 جراحات كلها جراحات دقيقة في موضع واحد، تأثر بشكل كبير خاصة في آخر السنوات. ما كنت أقدر أقدم الشيء اللي أنا أبيه لمنتخب بلادي أو النادي الهلال أو اللي تطلع له الجماهير. وصلت إلى قناعة محددة رغم القصر، لكن أعتقد أنها ثرية غنية اللي فيها علاقة. إن شاء الله أنه قدرت أمثل بلدي خير تمثيل في كل المحافل، قدرت أمثل مجتمعي، قدرت أمثل الناس، وأنا سعيد أنه ابن هذا الوطن. وأقدر اليوم ما هو فقط 90 دقيقة اللي تلعبها، اللي أنت من خلالها تقدر تبين إمكانياتك. اليوم أنت أكثر من لاعب، أنت اليوم سفير، لازم تبين قيمك، لازم تبين مبادئ مجتمعك. فالرياضة بالنسبة لي ما هي لعبة تلعب، ما هي فوز وخسارة، أعمق وأكثر. الرياضة فيها تفاصيل للحياة، تقدر تتعلم منها الصبر، تعلم منها قيم التعاون وغيرها الكثير. وهذا اللي أنا أحاول أبثه وأزرعه وأقوله للناس، اللي اليوم ما هي لعبة. الدولة عزها الله وحكومتنا تدفع مبالغ جدا، دعم كبير، وزارة الرياضة ما قصرت، رابطة الدوري المحترفين، الاتحاد السعودي وغيرها، غير الأندية. حلو، كلام جميل جدا، لكن عندي سؤال وأبيك تجاوبني بصراحة. هل كان في شخص خلف اعتزالك أو إبعادك من الملاعب بصراحة؟ لا مو وقتها، لا أبدا. أنا علاقتي بالجميع البعيد والقريب علاقة ود واحترام وتقدير. لا الحمد لله، أنا جراحاتي جدا دقيقة. أنا أعاني من الكارتلج اللي هو مستوى احتكاك الركبة، زي اللي يجي كبار السن، درجة عالية جدا، فوق درجة رابعة. ففي ذيك في ذي تلك الفترة بين 2004 2005 قبل ما أرجع لكأس العالم 2006، ما كانت إلا في طور الأبحاث الجراحة. مع ذلك اضطريت إنه أعمل هذه الجراحة اللي هي بناء غضروف هلالي حول الركبة. لكن بعد كأس العالم بدأت رجعت كثير من الآلام، اللي الآن أعتقد الطب تطور أكثر، وهذا أحد أسباب دواعي دخولي في الاستثمار في الطب الرياضي. جميل. أنا بمر على بعض التجارب لك كابتن نواف، وأبي منك عناوين لها. تجربتك في الملاعب إيش، كيف توصفها لو قلت لك أعطي عنوان؟ الأثر. يقول المستشار محمد الدحيم، نوجه له تحية، مقولة رائعة: أنا المعنى الذي أدركه والأثر الذي أتركه. علاقتك مع الناس، احترامك وتقديرك لهم. كثير من الجماهير ممكن ما يشوفك إلا لحظة، لكن راح يتذكر هذه اللحظة إذا احترمت فيها وابتسمت وعطيته من وقتك، أو إذا أنت ما قدرت. فالعلاقة والاحترام يبقى، والأثر، سواء الرجل أو الإنسان على قيد الحياة أو يعني رحل من هذه الحياة،
ناس تبدأ تتذكره، السمعة الطيبة، هذا أهم شيء.